الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرت شرف كل الدول وجوهر يوسير الدين توقفته يعلم الدين ك لما أنك سوقت جلياشة أرضيدا وحفلة مدن وحقيقة الأديات مهمة وقت واسك كوبن أوجد والوقت ده رهيل ما هذا إلهي سبحانه وتعالى كسكو وحلو ما هذا نقينا شيخنا شيخ محمد علي تامع محمد علي قرلة وحقيقة جهدي ده رادو كل بحيي ما هذا في خيجا كتبك للدوين وصير نوش هجنا أرض ده بري وكم هذي الشيخ تذلك أو بحيي هذي أي قاتين لحية طبعا أرضي واللي إحنا هبليهين طبعنا إنما يهين وحوي وجود آدو بلارن وآدو قيمة بدن هذا شر حبرشته دلقة هذا وعصرها ومدرها وجامعاتها مركل لقة هذا يقلن جبينته لحية طبعا أرضي وعلوم تشرع هذا برتاي وفقه كبرتاي ودرجات يادوي وأنا هذا اللوجو فرحوي شيخ الله كم هسيه هاي جزاه الله خيرا إلى سبحانه وتعالى كابال مريو كل شيخ حسب يقول ريه فقه يجيو أهمية دولية هاي هنا لقم مرمينين علوم تن لبران يا دمانتود أديت هاي قرآن الكريم كا يا أديت هاي تفسير يا أديت هاي حديث يا أديت هاي علوم تكل الدوغن وحيو تاغي يهين إن قفك مسلم في الدين تيسو كل رقمه والدين تيسو هوغانسمو مقاسيد لغار هباواتاوي أساس كل واحد سكو بنا تمركا إن قفه بارتو أغادو حلاش يا حارانتا يا عبادات كيسا وحو رمبا وحا أساس وا فقه ياوا وحا ما أنت سو كرية والهراء الدعين ومسائل كل الدوغن أو مستجدات ينوازل يحوادث إيمان عيا نوع دونتها نقطة قف مسلم كي مركو يسوي ديو وحول نقول يا كتاب الفقه جا عقون تيدا علوم تيدا أيو مركاسي وغانية إمام كي وينا أبو حنيفة رحمة الله عليه حيلا لقى سجوري واحد كمدة إمام كو حد أنت بقول يوم كنت كي هجري جا أيو دنتي سؤالك سجوري واحد كمدة مذهب كيسة إلا ويديه شيخة وأبو حنيفة نوع ثابت إلا يقول بلا آدم كهدو الدولة سدو تكن دونا هدو آدم الدولة سدو تكنية أبو حنيف و أبقل يو كنتن كيبه جدا لويديي ما أنت روح المرنة كوني أفر بقول يشني أفر تكون المرنة وحلو يو تكن دونا سدو أصور تقلع أيو تكن دونا فقه مركا حاصل المكان جوابي شيخي نيا غريي وشيخي نا حقيقة والشيخة لا نزكي على الله أحدا وفقيها وعالمة وصاحب عقيدة سليمة وأباها حقيقة إن لقى في أيديستو شو محل على الجامعة على واحد نسكنه ما تناقول يا شفيقة على جارك بدرينا وهايستان مشي قوي هاي إنه دادي سوين تاي لكن إيش محل على بول كوينه شيخه ودادي كوينه ده أنا هني شو محل على ده وان كوينه هاي لكن وحوي عالم حقيقة وحليه الشيخه حاجة استحضارك واحد نسكنه ما تناقول يا شفيقة حاجة استحضارك هي مسألة ده إنه هراء وحلو ومسألة هراء وجوابه ومسألة كل إيرهده وحكم كي يكديبته سي وش هيجنا النقطة أردت تري سالن معه أردت أسي أري سالن معها أرشاخ أوكا برناي وإحنا جزاه الله خيرا ما ممكن مساجدك وهو جميع الشيخين شرح هذا آدم ومهزين دمانتي ووقتك وبوي إيري بضن وحقيقة لورن كلام مجرو لكن وحنا لنا أرضيدا هني عن لكم وحوي ومهم وي وقتنا اللي وجرنا علمجو وباي هاي المساجد كا يوح برشاد النداميجا اللي سكو حرام وعلينا أرضي جامعة وحكبرتها هاي سكو حلايننا جامعة ده وإن أتكو حرناتا دروس المساجد لقى أغريو وحسيو كلو حنا أرضي المساجد وحكبرتها ندام كان معاصر كا عصر كا يدو كنا برتا لبلا صلا سكو حرام يوح حكوي ما نسا وحنك قسيب حيا وحسيق عارقو ما هاد نقيا أو أدق فرح سنة هاي إنه شيخي يجوجو شيخ عبد الله علي جيلة ومدة ما أنت لقيت جوجو أفرت السنة عن شيخ أرض وها أدق بره فرح سنة هاي سيدا قيمة هاله إري وكذي ذي أو أنت أنا كبرني أنا كنا قاني إلى سبحانه وتعالى شيخ هاي إنه إلى عليه إنه حفتيه وحنا سوستا أفرس ديت كي أغسطس بالمركي وجوه رئيس شيخ غرف رئيسي وعقري كتاب رياض صالحين كا هبين كا وحنا سوستا هبين كي وجوه رئيي أنا أقول فقهي أنا حواء أخرس لكن حديث لو كل جماعة قانون وأدرس كغيرة وحنا هذا حسوسته حديث يوري المقلي وحوها حديث كمركز هذا صالح وها رواه مسلم
aad baa isku weydiiyay muslimkan kelidi gaar kala noqday oo xadiisti muslimiinta kala gaar kala noqday wuxuu aha anuu kelmadda muslimka islaamka ma ka soo qaatay anuu muslimka islaamka ma ka soo qaatay muslimka dadka sheekhu buu aha darsiga guurinayay jazaakumullahu khayran jazaakumullahu khayran sheekhana dhamaanteen ka faa'iideysan doonaa xarakada cilmiga maanta hargeysa ka jirtana dhamaanteen aan ka faa'iideysano dhamaanteenna aan isberber taagno kolleyba waxa mudan maadaama fadhi la isugu yimiday xaalad buu dalka ku jiraa waxaan u baahanahay nabad inaan ka wada shaqeyno waxaan u baahanahay nabad isberber taagno waxaan u baahanahay inaynu noqono haddii la yidhaahdo dad gacmaha ku qabta nabadda inaan sulxiga iyo islaaxa isku dhoweynta aada baynu ugu baahannahay wax laga aamusi kara maa marka fagaarasha la isugu yimaado dareenka waa inaynu lahaano haddaan nabadi jirin culumta shareecada la baranayo qiraa'adkan la baranayo culumta kala dugan jaamacaadkan masaajidadani ahaan mayso sidaa daraaddeed warwar weynu qofka muslimku yeesho uu ka warwaro xaaladiisa iyo dalkiisa siduu ugu soo celin lahaa nabadda ugu wanaagsan iyo xaaladda ugu wanaagsan arrintaasna waynu taaganahay waayo qofka muslimka wax loogu talagalay koonkan inuu ka taliyo koonka inuu hogaamiyo u noqdo koonkan inuu horomariyo koonkan inuu dhiso waxa wax maamulaa waa inana ay sagaal bilood ay hooya caloosha kusii deedin ay kugu siday saa daraaddeed fikirkaaga iyo waxtarkaaga iyo maalkaaga iyo hantidaada iyo wakhtigaaga waxaad gelisaa dalka saan u gelin lahayn barar ammaan u gaadhsiin lahayn meeshay doonta ha noqotee iga raala intaadan ku darsaday jazaakumullahu khayran sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wa saxbihi wasalam.